يعني الحقيقة الظروف اللي بيمر بيها الأهلي يمكن تكاد تكون غير مسبوقة، سواء مع مونتاري أو بنتكلم مع بالميراس. عندنا كان غيابات وغيابات بأعداد كبيرة جدا وضخمة وما كانتش فعلا في الحسبان. نيجي دلوقتي لبالميراس، برضو الوضع كما هو عليه، انت هتلعب من غير اللعيبة الدوليين وما زال برضو الوضع مش أفضل شيء، ولكن الأهلي الحمد لله زي ما احنا دايما عندنا ثقة فيه بيقدر على الأرض ان هو يثبت. الأهلي بمن حضر لعبه ماتش جميل جدا قدام مونتاري، لدرجة ان بعض المديرين الفنيين وتحديدا اللي هنتكلم عن فيريرا اللي هو المدير الفني لبالميراس كان بيقول ان انا ما كنتش متوقع ان الاهلي اللي هيفوز، كنا متوقعين ان احنا هنقابل يعني مونتاري. فالاهلي دايما يعني بيفاجئنا وبيدينا هذه الثقه اللي فعلا فعلا يعني مستحقه. على كل حال هنتكلم في ده وهنتكلم في اللي جاي والمواجهه المرتقبه اللي البعض بيطلق عليها برضو الثاريه، هنعرف كل ده. بس خلينا نرحب في البدايه ب يعني كابتن احمد فوزي نجم الاهلي السابق اللي منورنا. صباح الفل. صباح الفل عليك وعلى كل المشاهدين. اهلا بحضرتك. منور الدنيا كابتن احمد، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ زي الفل يا حبيبي. ماتش قوي النهارده. اكيد ماتش قوي ومش عايزين نطلق عليه ثأري، لان احنا في الاول وفي الاخر احنا فرق كبيره، بالميراس فرقه كبيره بنلعب في كاس عالم الانديه، فما الموضوع مش موضوع ثأر، انما الموضوع من ناحيتهم هم يا كابتن مش احنا يعني. ده اللي ما هو من ناحيتهم برضو انت كسبتيهم ضربات جزاء، خلينا بس نكون واقعيين، احنا تعادلنا وكسبناهم ضربات جزاء وخدنا الثالث. يعني بنفس المنطق ده ما عندكش احساس بالثأريه ناحيه السنغال مثلا في الماتشين اللي معموله بيهم؟ لا لا والله ابدا، الموضوع موضوع الثأر ده اللعيب يحس بيه في الملعب، انما انت بره ما تقدرش تتكلم عليه بنفس المنطق، لان في ناس بتترجم كلامك غلط. بدليل ان ايتو لما اتكلم على انها حرب للعيبه بتاعته، لا 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 حرب كرويه، وهو وضح ده بعد كده. ماشي، انا بقول لك اهو، الناس بتفهم الكلام بطريقه مش مش مش, مش كويسه، انما في العموم في الملعب هتبقى اللي عايز تكسبه هي وفي حد هي دي. النهارده هم جايين عايزين يكسبوك. النغمة التعالي اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت مش موجودة، حتى التصريحات ابتدوا يقلوا فيها شوية، ابتدى التركيز يكون معانا أكتر، بيدرسونا على المدى البعيد زي ما قال مستر فيريرا ان هم كانوا متوقعين مونتيري اللي لعبهم. فطبعا كل ده بيديك قوة زي ما بيقولوا ايه يعني، انت بيعمل رهبه ليك قبل ما طبعًا تلعب طبعًا. قبل ما تلعب الجيم، فده في حد ذاته سلاح ذو حدين. ايوه، يعني استغله يا يبقى علينا، يا يبقى هم عندهم الروح والحماس والانضباط اعلى، يا اما انت تستغله والرهبه اللي انت عاملها لهم دي تنزل تدوس عليهم اكتر، هيبتدوا يقعوا هم. فانما طبعا هم كفرقه هم فرقه محترمه، فرقه انت بتتكلم في ال 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 108 مليون يورو كقيمه تسويقيه، احنا 34.1 تقريبا، احنا بعيد قوي عنهم، فرقم كبير جدا بالنسبه لنا، اربع اضعاف تقريبا او ثلاث اضعاف ونص. فرقه من الفرق المحترمه، فرقه بتاخد ثاني سنه على التوالي البطوله بتاعت امريكا الجنوبيه، وما ادراك ما امريكا الجنوبيه طبعًا اللي هي مفرخه معظم اللعيبه في العالم كله، دول حرفنه كلها كلها. فلا طبعا الماتش قوي، فرقه بتلعب 4-2-3-1 على احسن ما يكون، بيلعب ما عندهمش سيستم واحد. يعني انت وانت بتقابل حد بتفكر انت هتقفله الاطراف ولا هتقفله المنتصف ولا هيلعب طويل، لا هم بيلعبوا الثلاثه، عندهم قدرات يلعبوا الثلاث طرق، بيقدروا يغيروا في الملعب، بيلعبوا كتير 4-4-2 في بعض الحالات لما بيبقوا مزنوقين وعايزين يكسبوا بينزلوا راس حربه تاني. فهم فرقه كويسه جدا، عاملين حسابك كويس وعارفين انت شغال ازاي واشتغلت الماتش اللي فات ازاي، وهيلعبوك من هذا المنطلق. احنا ناقصين، وناقصين لعيبه مهمه، وناقصين لعيبه، انت بتتكلم في 9 لعيبه المصابين، يعني ربنا يشفي عمار ويشفي اكرم توفيق ويرجعهم لنا بالسلامه، وعندك 6 بتوع المنتخب، الستة بتوع المنتخب مش هتقدر تعتمد على حد فيهم، لو اعتمدت هتعتمد على 2 بالكتير، لان هم لسه فعلا اكد ده صحيح، ده اكيد لان هم لسه واصلين امبارح بالليل، فهتبقى اعتمادك جايين من مطحنه لا سيبك مش مطحنه بس، ده انت جايين من سفر من كاميرون للقاهره ومن القاهره للامارات، واربع ماتشات ب 120 دقيقه كل واحد فيهم. ما هو ما فيش حد لعب الاربع ماتشات غير السوليه وحمدي ومحمد عبد المنعم، فدي اللي ايه ممكن انت ما تستخدمهمش كلهم. حتى السوليه لو هتستخدمه شوط وتنزل حمدي فتحي مكانه الشوط الثاني، لان هم بقوا 5 تغييرات برضو سهلوا علينا شويه الدنيا. انت عندك محمد شريف بقاله يمكن البطوله كلها ما لعبش على بعضه ماتش واحد، ايمن اشرف بقاله ماتشين مريح، فان شاء الله ان شاء الله يكون في استفاده من بعض اللاعبين ولكن مش كلهم، انما هي قصه برضو الارهاق، خلي بالك السفر متعب اكتر من اللعب.
يعني طول عمرنا الضغط اصلا يعني بالظبط ومباراه زي دي كارثه ثانيه برضه ضغط اعلى طبعا. فطبعا يعني ربنا يكون في عونهم وربنا وغير ان اللعيبه اللي لعبت الماتش اللي فات ومستر موسيماني قال الكلام ده امبارح من حقهم ياخدوا لان هم شالونا في وقت طبعا. ضعفنا او في وقت قلتنا شالونا وكسبونا وعملوا جيم كويس جدا فبرضه ما تقدرش تستغنى عن حد فيهم فيعني في حسابات كتير اعتقد ان المباراه هتبقى حساباتها كتير وان شاء الله ان شاء الله يا رب بس نطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. احنا هنحلل ونتكلم بقى في تفاصيل برضو سواء عننا يعني او عن بالميراس. خلينا نبدا بالاهلي ونتكلم هنا غياب الشناوي ووجود طبعا علي لطفي مصطفى تمام. شوبير وحمزه اسماء برضو كبيره تمام. وهرجع نكرر تاني اي اسم محطوط او منضم للنادي الاهلي هو قدها ويستحق وليه كل الثقه فما عندناش قلق ولكن خلينا برضو بحكم خبره حضرتك يعني بتشوف قوة علي لطفي إذا كان علي لطفي اللي هيبدأ إزاي خلينا برضو نطمن إن شاء الله علي اللي هيبتدي طبعا أكيد الثقة في كل الناس الموجودة تعقيبا على كلامك إحنا في لعيب كنا عارناه وطلع أحسن لعيب في أفريقيا ومتاخد في طول في أحسن 11 في السكواد بتاع أفريقيا كلها محمد عبد المنعم صحيح اللي هو مش من الأساسي بتوعنا صحيح تمام فيعني دي بس قايلين الخبر أي ده النهارده أو أي حد موجود إن شاء الله هيسد طالما بتلعب بتيشيرت النادي الأهلي إن شاء الله هيسد علي لطفي الماتش اللي فات تألق كان زاد عن مرماه في كورتين كانوا ممكن يغيروا نتيجة المباراة منهم واحدة صعبة جدا اللي اتلعبت بالدماغ دي اللي طلعها من تحت العارضة هو نال الثقة من وقت ماتش الأهلي والزمالك على فكرة زمان يعني من كذا شهر خلاص هو كتب اسمه زي ما بيتقال كده خلاص علي دلوقتي مصنف من أحسن حراس في مصر نقطة مهمة جدا الناس بتفكر فيها دلوقتي أبو جبل لما لعب أيوة. بعد الشناوي بقى ابو جبل الناس بتتكلم عليه في الثلاث ماتشات الاخر صحيح علي لو موجود مكان ابو جبل ولعب الناس هتتكلم عليه زي ما بتتكلم على ابو جبل ليه ما هو مش معنى ان هو قاعد احتياطي للشناوي ان هو جون قليل لا ده جون كبير جدا لان الشناوي من اعظم الحراس الموجودين في العالم من وجهه نظري دلوقتي في الفتره الحاليه في اخر ثلاث سنين تحديدا فلما يقعد احتياطي للشناوي ده معناه ان هو عنده زيه وزي الشناوي كمان لما ابو جبل لعب ما حسيناش بفرق لا. هو ده لما علي لطفي ان شاء الله يلعب النهارده ويتالق مش هنحس بفرق وهنادي بعد كده ان علي لطفي يكون موجود تعالوا نتكلم مثلا في ماتش الزمالك 2-1 اللي كسبناه علي لطفي كسبنا في اخر خمس دقائق صد ضربه جزاء وكسبنا الجيم وناس كتير طلبت ان هو اللي يلعب وان الشناوي يقعد وكان الشناوي راجع من كورونا بس ده ما بيحصلش بالساهل لان هي دي بتشكل ضغط مش طبيعي على اللاعب اللي كان بقاله فتره طويله ممكن توصل لسنين قاعد احتياطي لحد حارس مرمى كبير وعظيم اكيد فيوم ما ينزل في بطوله زي دي ضد فريق زي ده في وسط جماهير زي دي يعني ضغطها مش سهل الرهبه الحته الاولانيه دي خلاص خلصت من الماتش اللي فات دلوقتي هو بيلعب اساسي باريحيه بقى باريحيه عنده ثقه في نفسه عنده ثقه في زمايله عندهم ثقه فيه الجهاز الفني مديله الثقه خلي بالك انت الماتشات التحضيريه اللي كانت هنا نقطه مهمه جدا لازم نفصل فيها لعب مصطفى شوبير ثلاث مباريات وبعدين علي لطفي ماتش وبعدين حمزه ماتش صح؟ الماتش الوحيد اللي خسرناه ايه؟ ماتش سموحه اللي علي لعب ولكن من ثقه الجهاز الفني في علي وامكانيات علي لعبوه وراهنوا عليه وعلي اجاد وتالق ده معناه ان احنا ما لا يمكن بنديك الثقه زياده يا علي ولا يهمك وفعلا الولد اثبت كفاءه الماتش اللي فات يمكن كميه الـ 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 الكور اللي هتيجي عليه النهارده يا رب ما تبقاش كتيره بس الطبيعي انها تبقى اكتر من الماتش اللي فات ولكن بصراحه انا عندي ثقه في علي ان شاء الله متوقع له هو وخط الظهر ان شاء الله يعملوا مباراه عالميه جدا لان احنا لو عرفنا نقفل كويس المباراه دي هنكسبها زي المباراه اللي فاتت قعدنا ندافع ونزلنا تحت الكوره السنه اللي فاتت في نفس التوقيت لعبنا بنفس الطريقه ونزلنا تحت الكوره وقعدنا ندافع 90 دقيقه والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا فان شاء الله يا رب النهارده كمان يحصل نفس الكلام باذن الله انا يعني هنتكلم في كل حاجه مش بالترتيب اصل انا دلوقتي عايزه انتقل عيشي. لان يعني سيبني انطلق بقى يا كابتن فوزي انا هجري وراك ما تخيش قول انت انا وكريم كنا بنتكلم في الانترو عن الهلال السعودي وكلمنا امبارح عن الهلال السعودي والناس قد ايه شايفه ان هو داخل بقوه وربما كمان يعني البعض بيتكهن ان ممكن يفوز على تشيلسي والنهائي يبقى عربي هل السيناريو ده يعني من وجهه نظرك ممكن بكام في المية بنسبة كام في المية يعني بصي غالبا الحلم ما تقدريش تحط الأحلام ما بتحط لهاش يعني نسبة مئوية ولكن أنا هتكلم على أرض الواقع أنت زي ما أنت النهاردة بالأمانة نسبتك 40-60% هما نسبتهم قدام تشيلسي 30-70% دي من وجهة نظري 30-70 تمام هما داخلين بسكواد غير طبيعي جايبين شوية لعيبة يعني الله أكبر دي حقيقة يعني لعيبة كلها كل واحد لوحده في فرقته حملة
زي ما بيقولوا. فهم فعلا جايبين فرقه كويسه جدا جدا جدا، عاملين تجمع كويس. يمكن اضعف نقطه عندهم في الهلال انا من وجهه نظري المعيوف حارس المرمى والباك رايت، دول اكتر حته قليله في الهلال، وكانوا المفروض يغيروها قبل البطوله وكانوا عايزين بيدوروا فعلا على البطوله. تمام. اوكي. انما هم كتيم هجومي كويس جدا 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 جدا. تمام. دفاعيا ممكن يكونوا مش كويسين قوي، وهو ده اللي هيفرق تشيلسي عنهم. تشيلسي من اقوى الفرق اللي بتدافع في اوروبا وبتلعب بنفس طريقه النادي الاهلي اللي هي 3-4-3. فده اللي يفرق تشيلسي مثلا عن الهلال. اه طبعا تشيلسي في حته ثانيه عشان ما نبقى صراحه، ولكن في العموم لا، هم في مكان فرقه كويسه جدا. ممكن يبقى النهائي عربي يا رب ان شاء الله، احنا بس نكسب النهارده وما بقى ربنا يسهل لهم بكره، بس احنا المهم اهم حاجه نكسب النهارده، نبص لنفسينا نؤمن بقدراتنا، مهمه جدا نؤمن بقدراتنا ان احنا ممكن نطلع بالميراز زي ما كسبناهم السنه اللي فاتت، ممكن نطلعهم السنه دي ونوصل النهائي، وتبقى اول مره في تاريخ النادي الاهلي يا رب يا رب ان شاء الله تبقى حاجه يعني بص فخر زي ما النادي الاهلي حاجه فخمه جدا. بص زي ما النادي الاهلي بيعلي سقف الطموح عندنا سنه بعد سنه، صح اعتقد ان هو وصلنا لمرحله احنا عايزين نوصل بقى نهائي كاس عالم بقى. سليموند ايوه دي حقيقه. لا وبعدين كمان ده ماتش يصعدك يعني 90 دقيقه، مش مثلا رحله طويله، هم 90 دقيقه فعلا. صحيح. احنا سواء ان شاء الله كسبنا او خسرنا هتلعب فرقه تقيله جدا في الثالث والرابع اذا كان تشيلسي او الهلال. طبعًا. هو طبعا الهلال اقرب ولكنه فرقه تقيله جدا أوي. جدا طبعا جدا. فعشان كده يعني لعب فرقه تقيله في النهايه احسن من لعب على الثالث والرابع. صح ان شاء الله طبعا. طب المكاسب عموما يعني مكاسب مشاركه تحديدا شباب الاهلي في كاس العالم للانديه، يمكن كاس العالم للانديه انت ما شفتش حد من الشباب غير يمكن المغربي طبعا وكريم فؤاد، هو ما يعتبرش شباب ولكنه من الناس الناشئ اللي طالع يعني. اعتقد ان هم دول اكتر اتنين استفدنا بيهم. مغربي هنستفاد بيه كويس جدا جدا على المدى البعيد. الوحيد اللي هيعوض غياب ايمن اشرف في اي وقت، لانه الوحيد اللي بيلعب برجله الشمال كمساك تحت، عنده قدره في على اللعب بـ 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 من تحت الكره كويس جدا جدا، بيكمل ورا خط المنتصف بطريقه كويسه جدا. مساك رخم بمعنى كلمه بالكوره يعني، مش سهل ان انت تاخدي منه الكوره. فلا مغربي حاجه كويسه جدا. كريم فؤاد يعني اللي هو زي ما بيقولوا الجوكر، بيلعب باك رايت هاف رايت باك ليفت هاف ليفت، ممكن تلعبه في نص الملعب، لعيب كويس جدا، امكانياته كويسه، عنده قدره بدنيه كويسه، بيعرف يلعب كوره كويس جدا، مهاريا عالي. اعتقد كريم من الناس اللي هنستفاد بيها على المدى البعيد جدا في النادي الاهلي، يخش واحده واحده. ما فيش حد تاني يمكن من الناشئين اللي هو ممكن تحتاجه. زياد يمكن زياد ولد كويس مهاريا كويس، ولكن في بطوله زي دي لو لعبته هحرقه لان مش هيستحمل الضغوط. في البطوله هنا في مصر استنى عليه لما يستوي اكتر. لسه شويه، كل ما يبقى متواجد مع الفريق الاول كل ما ياخد خبرات ويستوي اكتر. طبعا. ولو حبيت هنزله 5 دقائق 10 دقائق عشان يكسب الثقه بس. انما لو رميته دلوقتي يبقى انا بحرقه. وده اللي بيحصل فعلا معاهم. اعتقد ان بالوقت واحده واحده واحد زي محمد اشرف الباك ليفت ده ان شاء الله يبقى خليفه علي معلول في النادي الاهلي. لعيب كويس جدا جدا، اثبت كفاءه في البطوله بتاعه البطوله الوديه اللي كانت موجوده في مصر هنا بتاعه كاس الاتحاد. في لعيبه كتير انا مش عايز اغفل حق مانو، بس طبعا مانو طلع اعاره لبيراميدز تبديلا بمحمد عبد المنعم. ان شاء الله الولد ده لما يجي السنه الجايه هيفرق مع النادي الاهلي جدا جدا جدا. فلا اعتقد ان الاهلي كسب بيراميدز، انا قلت بيراميدز بيفيوتشر ماشي. انا اعتقد ان الاهلي كسب مجموعه من اللعيبه الناشئ، ان شاء الله هنستعين بيهم في السنين القادمه بامر الله. طيب كابتن فوزي هنروح يعني بريك سريع جدا ونرجع نكمل مع حضرتك. اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع كابتن احمد فوزي نجم النادي الاهلي السابق. طبعا بنتكلم معاه في كتير من الموضوعات، مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وطبعا يعني اكيد الكلام لن يخلو من تفاصيل ليها علاقه بمشاركه منتخبنا الوطني في امم افريقيا. ودي النقطه اللي انا عايز استاذنك في ان احنا نرجع عليها، لان اكيد في البطولات الكبيره اللي زي كده اللي بتكون مليانه احداث ومليانه انفعالات، اكيد في لقطات بعينها بتفضل ايه ملزوقه كده في الذاكره ما بتتنسيش لفتره طويله. ايه ابرز اللقطات اللي حضرتك شفتها لمنتخبنا طبعا ومشاركته في امم افريقيا في النسخه الاخيره؟ في لقطات كتير طبعا، منها لقطات هي اللي عملت الروح اللي بين اللعيبه دي وبعضها. لقطه طبعا الشناوي لما اتبدل مع ابو جبل،
وبعد المباراه ابو جابر راح الشناوي وحضنه، والاثنين راحوا مع بعض وحيوا جمهور بعد ماتش الكاميرون لما ابو جابر كسبنا بضربات الجزاء والشناوي شاور على طبعا. ابو جابر دي لقطه مهمه جدا طبعا. جدا جدا. لقطات كتير. امام عاشور اول ما نزل، اول ما نزل بعد ما طلع عمر كمال عبد الواحد، في اول كوره الكره كانت على الارض على رجل المهاجم، طار بدماغه وشالها من على الارض. دي بتديك كل لقطه من دول بتعلي الروح المعنويه للعيبه في الملعب طبعًا. بطريقه غير طبيعيه. ناس بتقاتل، بتموت نفسها مش بتقاتل بس. لقطه ضربه الجزاء اللي شالها ابو جبل من ساديو ماني وراح يجري على عبد المنعم عشان يحضنه ويقول له انت ما عملتش حاجه. ايمن اشرف بعد ما جبنا، بعد ما عمل ضربه الجزاء في مباراه المغرب، اول شوطه على الجون كانت من خلال ايمن اشرف، اللي هو بيقول للناس كلها انا عايز اعوض اللي انا عملته. اعتقد ان في لقطات كتير جدا، لقطه صلاح وهو واخد حكيمي وبعد كده بيوسيق، وبعديها بايام ساديو ماني هو واخد محمد صلاح. لا هو الاول عمل صلاح عملها مع لعيبه الكاميرون في الملعب وبعدين ساديو ماني بعد ما كسبه راح لصلاح وعمل معاه نفس القصه. دي كلها بتدي روحانيات عاليه جدا، بتدي تقارب للشعوب. خلي بالك احنا خسرنا من السنغال، مش ناس كتير زعلانه من السنغال، ناس بتحيي السنغال، فرقه اول مره تاخد كاس امم افريقيه في المشاركه ال 18 ليها او 19. فانت الحاجات دي بتعلي الروح المعنويه، بتحبب الفرق من بعضها. جزائر كمان. شكرا جزائر، شكرا انها زاعت كل المباريات طبعًا. على تطبيق ارضي طبعا، او الناس ما كانتش عارفه تتفرج على مش كل الناس عندها القدره، وفي ايام كانت الدنيا بتشتي فيها وما كانش حد قادر ينزل من البيت. فاعتقد يعني دي لقطه مهمه جدا. الجزائر من 2019 من المعامله الحسنه اللي لقوها هنا في مصر في البطوله الافريقيه، اتفرج النهارده بيتكلموا على منتخب مصر ازاي، التجمع المنتخبات العربيه كتير ما لسه هقول لك بيشجعوا المصريين لسه اكتر من حضرتك. بص البلاد العربيه، بص المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، الأردن، فلسطين، الإمارات، السعودية، كل البلاد دي جالنا فيديوهات منها أن كلهم أثناء المباريات بيشجعوا المنتخب المصري لأنه المنافس الوحيد دلوقتي في كأس الأمم. فأعتقد لا طبعا عملت لنا جو من الروحانيات مفتقدينه من 2010 تحديدا. بس هي كمان اللقطات دي بتبقى حلوه، يعني شفنا قبل كده ساديو ماني وهو كان بيبص لمحمد صلاح ومحمد صلاح معاه الكاس وقد ايه كان حزين، والسنه دي شفناه وهو نايم في السرير ومتصور مع طبعا. يعني الدنيا دور مفيش مشكله. وهو بعد المباراه، وعلى فكره دي ده الحلو في كره القدم، يعني انت لو بتفوز بكل حاجه برده ده مش ملهاش طعم. مش هتحس بجمال الحاجه غير لما تتاخد منك وتروح لها بعد كده بالظبط. فهي لازم الحاجات دي هي اللي بتفرق وهي اللي وعامله متعه في كره القدم بصراحه. الكلمه اللي انا بقولها ان اول مره من 2010 ان احنا نتجمع حوالين المنتخب ونسيبنا من الانديه ونسيبنا من اي حاجه بالطريقه دي، الروح المصريه الكبيره طبعًا. انت قبل مباراه السنغال، ويمكن ده اللي خسرنا، كل الناس في الشارع ماشيه بالاعلام، اولاد صغيرين طب ده اللي خسرنا ليه؟ انا بهرج يعني بضحك ان احنا احتفلنا قبل ما نكسب. ايوه كان عندنا امل يعني بالظبط. فكل الناس كانت مبسوطه وفرحانه ونازلين فيش، عكس الكلام ده ما حصلش في 2017 مع اننا وصلنا في النهائي بس ما كانش موجود في 2017. فاعتقد لا احنا الحمد لله فينا على 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 حاجه كبيره جدا الفتره اللي فاتت دي. يا رب ما نرجع بقى نقسمها بقى ونرجع نتخانق تاني. لا 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 ان شاء الله الروح دي طالما انت وصلت لحاجه كويسه ما بترجعش ان شاء الله لورا. انا عايزه اروح معاك، معلش انا كئيبه شويه في بعض الاحيان بس عامه انا مش كئيبه. اتفضل. السيناريو الأسوأ، لم نوفق، ازاي انعكاسه ده هيكون علينا وعلى الفريق وعلى الاهلي؟ طيب على الاهلي ان شاء الله يا رب ما يبقاش، لا ده فرشور يا رب ما يحصل. انا بس بروح للسيناريو ماشي. السيناريو الاسوء احنا ما وصلناش للسيناريو الاسوء، احنا وصلنا للسيناريو الاحسن. اشد المتفائلين ما كانش يتوقع ان احنا نوصل بعد دور الثمانيه في البطوله دي. احنا وصلنا لمكانه ثاني بطوله الافريقيه تمام. الرانكينج بتاع الاتحاد الافريقي نطينا ست فرق. فانت الكلام ده كله ما كانش موجود قبل البطوله تمام. الالتفاف ده ما كانش موجود قبل البطوله. طيب ايه اللي ممكن ناخده بقى؟ اللي ممكن نكسبه بقى ايه؟ احنا ندور في حد ان احنا نلعب، نشوف رصاصات حربه تانية غير المتواجدين، نشوف طريقه اللعب،
الأربعة ثلاثة ثلاثة دي عايز تلعب عليها زي ما انت عايز، لازم تنفسها في الناحية الهجومية ازاي، بتنفذها كويس جدا في الناحية الدفاعية جدا جدا، ولكن في الناحية الهجومية ينقصك حد في نص الملعب، حد في نص الملعب ينقلك الكرة ويقدر يحافظ عليها، ينقصك حتة مهمة جدا في النواحي البدنية والضغط لازم تعليهم شوية، ينقصك مثلا يعني لازم يبقى معاك باك رايت تاني بعد اكرم ما اتعور، ابتدينا نرقع الحته دي بعمر كمال عبد الواحد ومن بعده امام عاشور، ما عندناش باك رايت ثابت لازم ندور عليه ونحاول نجيبه، انت لسه قدامك 40 يوم عشان تصفيات كاس عالم، فانت ما تبصش للوحش، حاول تبص للكويس وتحسن منه، والوحش تحسن تحسنه، انما ما تبصش بقى اصل في حاجات كتير وحشه، اصل احنا شويه اللي فاتوا فرهضنا كتير والله بكلمك بامانه، وشفنا شويه حاجات لو كنا بنتكلم من شويه على اللقطات، لا شفنا لوقت ما لقطات غير مرضيه لكل جماهير كره القدم المصريه على يعني العالميه كلها بكل المعاني، ففكره ان انت يعني مثلا تعالى نقيس كده التطور والتغير اللي حصل في تصريحات واداء وقياده كيروش للمنتخب في اول تواجده وفي الفتره الاخيره، في تطور ملحوظ وفي استجابه حتى وان كانت متاخره حبتين، بس شفنا ان في تغيير ملموس نتج عنه ان كلنا خلاص بعد احنا وصلنا للفاينل، فطبعا كنا عشمانين قوي في ان احنا طالما وصلنا له يبقى ناخد البطوله، مش حمل بقى اي احباطات مستقبليه. وانا اقصد بده كمان الماتشين بتوع السنغال بصفه خاصه. طيب اكيد احنا مش حمل اي يعني خلاص احنا خدنا صدمه اول امبارح وكانت صدمه قويه جدا جدا. كيروش لو اتكلمنا عنه لوحده الناس عماله تمجد في كيروش، انا مش معاهم. كيروش ما تعادلش غير لما سمع اراء الناس والمحللين، لما الدنيا كلها الفرقه كلها تعادلت لما سمع كلام، لما على الاول ما كان بيلعب صلاح راس حربه ومصطفى محمد ناحيه اليمين ونزل محمد عبد المنعم يلعب باك رايت في ماتش نيجيريا، يعني عمل حاجات مش طبيعيه، وكان بيجرب، ما ينفعش تجرب في بطوله زي دي، عايز تجرب فيما قبله طبعا. اول ما ابتدى يسمع كلام الناس والجهاز اللي معاه الامور ظبطت شويه، الامور ظبطت، لا مش شويه ظبطت كتير. تمام، الطريقه بتاعتك عايز تلعبها نلعبها، بس يكون في ناس يعرفوا يعملوها، وظف لها الناس الصح في مراكزهم، يعني ما لعبش الثلاثي اللي في نص الملعب النني وعمرو السوليه وحمدي فتحي مش موجود، ده حمدي فتحي هو رقم واحد وتبني عليه الباقي، خصوصا هم ما اتمرنوش كفايه على الخطه بتاعته، هم ما لعبوش ماتش ودي مع بعض، ما لعبوش ماتش ودي مع بعض، يعني في البطوله العربيه ما كانش المحترفين موجودين، فمش عارفين خطه الراجل ومش عارفين طريقته، وجيت هنا غيرت ناس وخدت ناس ومشيت ناس، فانت لا لازم عايز تعمل الكلام ده اعمله في ماتشات وديه، انما ماتشات رسميه لا لازم تمشي مع الناس. لما ابتدينا نكسب ورجع الراجل لكلامه ابتدى هو حتى ذات نفسه، خلي بالك البرتغاليين عندهم الحته دي، بيعرف ينقل الضغوط من فرقته على الناس التانيين، وده قدر يعمله كويس، وده زود من الروح المعنويه للعيبه في الملعب، وده ظهر في تصريحاته مع بكاري جسامة، تصريحاته ضد إيتو، تصريحاته عرف يهدي الدنيا شوية على لاعبته، وده ظهر واضح جدا جدا. النقطة المهمة احنا لازم حد يتكلم مع كيروش، ما ينفعش هو يدير الموضوع لوحده، لازم يكون في المساعدين يتكلموا بطريقة أقوى شوية، مش أقوى في بالعنف يعني، لا يكون ليهم تواجد احسن شويه في التشكيل مثلا، لازم الراجل يعرف ان مش كل اللعيبه المحترفه احسن من الموجودين، في لعيبه محترفه والله العظيم لو بيلعبوا هنا في اهلي وزمالك والله ما هيلعبوا، والله ما هيلعبوا اساسي، فيعني لازم في وقت من الاوقات بتضحك والله العظيم دي حقيقه، من غير تعليق نميس منك برضه دي حقيقه، فانت صح في ناس محترفه على عيني وعلى راس، بس في هنا امكانيات لعيبه والله احسن، طول عمرنا ما بناخدش بطولات افريقيا بالذات غير باللعيبه المحليين ومطعمين بثلاث اربع محترفين، فانت لازم يكون عندك انتقاء. ميدو بعز جلاله قدره في وقت من الاوقات في 2006 كابتن حسن شحاته كان بيقعده دكه صح، وكان ميدو واحد من اساطير الكوره دلوقتي، فلا يعني اعتقد الموضوع محتاج قوه شويه من الجهاز المعاون يا رب خير ان شاء الله اللي جاي باذن الله، ونسعد مبدئيا النهارده كده بالنادي الاهلي وبعد كده بالمنتخب ان شاء الله. شكرا لك يا كابتن صادق، نورتنا، بنشكر حضراتكم على متابعتنا اكيد النهارده في 10 الصبح في الاهلي، نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده مع كريم نهواني.